نعم. متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ تفوت إذا فاتت المتابعة، يعني متى قال الله أكبر وتأخرت زمنا تنقطع به المتابعة فاتت التكبيرة. وعلى هذا ما نقول أنه إذا شرعت الفاتحة فاتت التكبيرة، لا، لأن الإنسان مأمور أن يتابع فورا. إذن إذا نقول تفوت تكبيرة الإحرام إذا تأخر المتابع زمنا تنقطع به المتابعة.